أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها في أسوان تم تنظيم فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بمشاركة 9 فرق فنية. في كفر الشيخ كمان تم الدفع ب5 أتوبيسات و80 سيارة سيرفيس إضافية لمنع الازدحام. صحيح، كمان يدينا في المنيا تم فحص أكثر من 25,000 طالب لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية. في الإسماعيلية في 50% تخفيض على دخول شواطئ وأندية يوم الجمعة المقبل. تفاصيل أكتر، أخبار أكتر من المحافظات هنعرفها في سياق التقرير التالي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، من بينها إن اليوم الخميس هتنطلق فعاليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل بأسوان، وبتنطلق فعاليات الاحتفال الفني بحضور قيادات المحافظة ووزارة الثقافة، وبتستمر حتى يوم التعامد في مدينة أبو سمبل 22 أكتوبر، وبتجوب الأجواء الاحتفالية مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبتحيي فرق الفنون الشعبية فعاليات المهرجان بواقع 9 فرق مصرية. أكدت محافظة كفر الشيخ أنه تم الدفع ب5 أتوبيسات و80 سيارة سيرفيس إضافية لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركز دسوق خلال فترات الذروة لمنع الازدحام، وحرصاً على سلامة ومستقبل أبنائنا الطلاب نظراً للازدحام بالمواقف العامة وتنظيماً لحركة النقل والسير بها. أعلنت محافظة المنيا فحص 25,870 تلميذ من طلاب المدارس الابتدائية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية على مدار أسبوع ضمن مبادرة بداية جديدة لتنمية الإنسان، واللي أطلقها رئيس الجمهورية، وبتأتي هذه الجهود تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وبتهدف لتعزيز صحة الطلاب في هذه المرحلة الهامة. قررت محافظة الإسماعيلية منح تخفيض قدره 50% على تذكرة الدخول للأندية والشواطئ التابعة للمحافظة لمواطني المحافظة والإقليم أو زائري المحافظة يوم الجمعة القادم الموافق 19 أكتوبر، وده بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي اللي بيوافق 16 أكتوبر. في الدقهلية أعلنت رئاسة مركز ومدينة طلخة عن حاجتها لعدد من الوظائف للعمل بالمركز، وطلبت وأعلنت عن وظائف لعمال نظافة وسائقين للعمل بنظام اليومية، ومن يرغب التقدم لرئاسة مركز ومدينة طلخة بطلب للعمل مرفق به صور المستندات على ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة. نظمت محافظة الأقصر ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الأمن السيبراني تحت عنوان حماية البيانات وتأمين المستقبل الرقمي، وده في إطار تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وبناء القدرات في مجال حماية البيانات والمعلومات، وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان. أعلن مركز مدينة نجح حمادي بقنا فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس عن 5 مناطق بدائرة المركز لإجراء أعمال الصيانة بقطاع الكهرباء بمدينة نجح حمادي، وبيجري فصل التيار الكهربائي لمدة 2 ساعة عن مناطق شارع مطحى الناصر وشارع التحرير بجوار مخازن الوحدة المحلية ومنطقة التحرير وورشة المجلس ومنطقة التقسيم المخالف ومنطقة مدرسة البنات الإعدادية. في البحيرة نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بالمحافظة قافلة طبية مجانية بقرية عمر بن الخطاب، وتم الكشف خلالها على 865 مواطن مجاناً من خلال وجود 8 عيادات طبية في إطار مبادرة بداية. أصدرت محافظة الوادي الجديد قرار بحظر استقلال الركاب لوسائل النقل في غير الكابينة المخصصة للركوب، وفي حالة ضبط أي سيارة أو وسيلة أو راكب بيستقل إحدى سيارات أو وسائل النقل في الأماكن غير المخصصة للركوب، هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق ومالك السيارة أو الوسيلة والراكب، وده حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.